إقامة اليوم مركز عبد الرحمن أجور لتحفيظ القرآن وتعليم علومه بحفل ختام السنوي للمركز. هي عادة سنوية نقيمها لمسابقة عبد الواحد بن أحمد علي أجور للسنة 15 وفي جامع عبد الرحمن كانو طيب الله ثراه. هذا الاحتفال مثل هالاحتفالات يشجع الطلاب على حفظ القرآن ودراسته وشجع الأهالي أن تطرش أولادها إلى مراكز تحفيظ القرآن. وإحنا اليوم مستمتعين وفرحنا بتخرج الطلاب وشفنا فرحتهم على وجوههم وأهنيهم كلهم على التخرج وعلى التفوق، وإن شاء الله نراكم السنة الجاية حق الاحتفال السنوي إن شاء الله. الحمد لله تعالى يعني توفقنا بهذا الحفل المبارك وتخريج الحفظة من القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين حصدنا ثمار 4 سنوات منذ تأسيس المركز، اختموا 3 طلاب وكرمنا أكثر من 160 طالب ولله الحمد والمنة. طبعاً احنا برامجنا في المركز تتعدد وتتنوع من دروس إيمانية وتعليمية وتربوية للطلاب. الحمد لله رب العالمين يعني تميزنا في مدينة حمد من هذا الصرح القرآني. الحمد لله رب العالمين. أحمد بفضل الله حفظ القرآن كامل، وإن شاء الله بفضل الله بفضل الله أخوه إن شاء الله لحقة إن شاء الله. الحقيقة هاي المركز مركز الحمد لله، يعني الله نعم علينا بهذا المركز وبفضل العائلة الكريمة عائلة كانوا وأساتذة الحمد لله كرام، يعني ما قصروا واهتموا بالطلبة واهتمام يعني أبوي، نقول حقيقة يعني أبنائهم يعني